السلام عليكم مشاهدينا، نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم نبدأها بالعناوين. بعد وصفها بالمخيبة للآمال من قبل بيدرسون، الشرق الأوسط تكشف بالوثائق الفجوة الدستورية بين النظام والمعارضة. وزير دفاع تركي يقول إن وجود بلاده في إدلب يمنع مجازر النظام ويوقف الهجرة. برعاية من الرئاسة التركية تنظيم دورات في أصول تحقيق النصوص التراثية في مدينة عزاز شمال حلب. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا. كشفت صحيفة الشرق الأوسط عن وثائق جنيف التي تضمنت بنودا طرحتها وفود النظام والمعارضة والمجتمع المدني خلال اجتماعات اللجنة الدستورية، والتي عكست فجوة بين النظام والمعارضة وفق وصف الصحيفة. المزيد في التقرير التالي. فجوة دستورية تفصل بين النظام والمعارضة خلال مباحثات اللجنة الدستورية السورية كشفت عنها صحيفة الشرق الأوسط فيما أسمتها بأوراق المبادئ الأربعة. الصحيفة ذكرت أن وفد النظام برئاسة أحمد الكزبري تقدم بمقترحات حول سيادة الدولة ووحدتها ورفض المشاريع الانفصالية ومعاقبة كل من يتعامل مع أطراف خارجية، معتبرا أن للدولة الحق الحصري في السيادة على الثروات الطبيعية، لتعتبره الصحيفة غمزا بمناطق سيطرة قسد شرق الفرات. كما تضمن مقترح وفد النظام دعم قوة النظام في مواجهة الإرهاب ومحاربة التنظيمات الإرهابية ورفض الفكر المتطرف وفق المقترح. ونشرت الصحيفة المقترح الذي طرحه وفد المعارضة، والذي تضمن تحييد الجيش والمؤسسات الأمنية عن الحياة السياسية وتحويل عقيدتها بعيدا عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية ودعم القانون واحترام مبادئ حقوق الإنسان في إطار الحياد السياسي. أما وفد المجتمع المدني فتحدث في وثيقته عن تساوي المواطنين أمام القانون ومدى التزام الدولة بالمعاهدات الدولية، واعتبار أن جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان لا تسقط بالتقادم وتطبيق مبدأ عدم الإفلات من العقاب وفق الصحيفة. الصحيفة رأت أن الكرة الآن في الملعب الروسي، حيث ينبغي على موسكو التحرك في مسارين. الأول هو إقناع وفد النظام بعقد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الشهر المقبل، أما الثاني فهو تقديم حوافز للنظام بإيصال المساعدات إليه. وفي ضوء حديث المبعوث الأممي إلى سوريا جير بيدرسون عن جولة مخيبة للآمال وفروقات في الطرح الدستوري أظهرتها صحيفة الشرق الأوسط، يبقى السؤال حول مصير تلك النقاشات في ظل إصرار كل طرف على روايته وغياب ملامح الاتفاق. هذا ونظم ناشطون في مدينة إدلب وقفة احتجاجية على أعمال اللجنة الدستورية تحت عنوان ثورة شعبية وليست أزمة دستورية، نددوا خلالها بالقصف الذي تتعرض له مناطق الشمال السوري. إنه مشكلتنا هي وجود عصابة مجرمي. القرار الدولي بتنص على تشكيل هيئة حكم انتقالي، وهيئة حكم الانتقالي تشرف على انتخابات حرة ونزيهة باشتراف الأمم المتحدة، وبتخرج برلمان. هالبرلمان هو اللي مشكل اللجنة السوري، تكتب الدستور وبتعمل مؤسسات تطبق هالدستور بشكل صحيح. فلذلك اللجنة الدستورية بهالشكل هذا مو صحيح أبدا، وهي لا تمثل السوريين لا من قريب ولا من بعيد. أنا كمواطن ما بعرف، لا ما بعرف حتى يمكن أسماء اللجنة السورية، ممكن أعرف بس السيد هادي البحرة باعتباره رئيس يعني لجنة عن المعارضة أو بس، يعني ما وماني متأمل شيء، لأنه الدستور بشكل عام يعني يوم اللي انتخبوا بشار الأسد غيروا الدستور بخمس دقائق وصفق مجلس الشعب. أطفالنا اللي عم ينخط فيه هلا دماء الدستور هذا الجديد اللي عم يرجع بيحاول يعدي تأهيل بشار الأسد وتعويمه على حساب دماء الشعب السوري. نحن ما بنقبل هيك دستور. المعارض وفد المعارضة ما شفناه عم يتباكى على الأطفال تبعو تريحة مثل ما تباكى على عساكر النظام اللي عم تقصفنا يوميا. وين هاي البدود اللي عم تحكوا فيها؟
وين الوطنية هاي اللي عم تكلموا فيها؟ وين هذا التباكي ما عم نشوفه وقت عم يصيب مجازر على المدنيين بمواطننا؟ يعني ما يقوم دستور على اشراء اللي امبارح انقتلوا بارحه، بدنا دستور يقوم يصير بده كله كذب، ما في شيء جديد. يعني ما قمنا نحن بثوره شعب مشان يعني نغير الدستور، بدنا نغير النظام كله، لانه هاي ثوره شعب، ما هي ثوره مجموعه ارهابيه او ثوره جماعات مسلحه، ثوره شعب كامل. أعلنت القيادة الأمريكية الوسطى أنها قتلت القيادي في تنظيم القاعدة المدعو عبد الحميد المطر في غارة جوية بطائرات مسيرة شمال غرب سوريا. وبحسب بيان القيادة الأمريكية، فإن القضاء على المطر سيعطل قدرة التنظيم على تنفيذ هجمات عالمية تهدد الأمريكيين وشركاء الولايات المتحدة والمدنيين الأبرياء على حد قولها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستستمر في استهداف أعضاء القاعدة وما وصفتها بالمنظمة الإرهابية الأخرى التي تريد إلحاق الضرر بالأراضي الأمريكية. استهدف الطيران الحربي الروسي عدة مواقع في محيط قرى البرة وكن صفرة بجبل الزاوية جنوبي إدلب بحسب مراسل حلب اليوم. جاء ذلك في وقت قال فيه وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن الوجود التركي في إدلب مهم ويمنع مجازر نظام الأسد ويوقف موجات الهجرة والتطرف، مضيفا أن اتفاق وقف إطلاق النار ما زال صامدا رغم الخروقات بحسب ما نقلت وكالة الأناضول. ينضم إلينا جمعة الأحمد مراسل حلب اليوم من ريف إدلب، مرحبا بك جمعة، كيف يبدو الوضع في شمال غرب سوريا؟ نعم، في صعيد مستمر شمل أغلب مناطق ريف أو مناطق متفرقة بريف إدلب وحلب، حيث وقع عدد من الإصابات من بينهم أطفال جراء استهداف قوات النظام أطراف مدينة دارة عزاء الواقع بريف حلب الغربي، حيث أيضا استهدفت مناطق متفرقة بالقذائف المدفعية بمنطقة جبل الزاوية وتحديدا منطقة بينين، وطال القصف أيضا على أطراف مدينة معارض المصريين بريف إدلب الشمالي، حيث أصيب طفل جراء هذا القصف الصاروخي، تزامنا أيضا مع تحليق مكثف ل الطائرات الحربية الروسية التي استهدفت بعدة غارات جوية مناطق متعددة بريف إدلب الجنوبي ومنها قرية البارة وكان صفرة بجبل الزاوية. هذا القصف الذي يستهدف مناطق المدنيين تسبب بحالة خوف وحذر شديد لدى المدنيين، خاصة المناطق المحاذية لخطوط التماس مع قوات النظام، وذلك بعد المجزرة الأخيرة التي ارتكبتها قوات النظام بمدينة أريحة بريف إدلب التي راح ضحيتها أكثر من 40 مدنيا بين قتيل وجريح من الأطفال. جمعة، هنالك هذا بالنسبة لعمليات استهداف المدنيين وقرى وبلدات إدلب وشمال غرب سوريا بالعموم، لكن بالنسبة للتحركات العسكرية، هل تقتصر التطورات على عمليات قصف النظام أم أن هناك تحركات عسكرية على محاور القتال سواء من طرف المعارضة ونقاط الجيش التركي أم حتى ربما من مناطق النظام؟ هناك صد ورد بين فصائل المعارضة وقوات النظام ومناوشات خلال الرد على مصادر النيران بمختلف المحاور بريف إدلب. تقول فصائل المعارضة أنها تستهدف بشكل شبه يومي مصادر النيران التي تقصف في مناطق المدنيين ومنها مناطق متفرقة أيضا بريف إدلب الجنوبي، حيث هدفت اليوم فصائل المعارضة بقذائف مدفعية وأهقون منطقة حنتوتين بريف
حلب وهنالك وقوع إصابات من صفوف قوات النظام بحسب المصادر العسكرية. هنالك أيضا استهدافات متواصلة من قبل فصائل المعارضة بمنطقة ريف اللاذقية الشمالي، حيث هنالك عمليات قمص يومية لقوات النظام ورصد مستمر لتحركات قوات النظام على هذه المحاور. من خلال يعني المراقبة والرصد لفصائل المعارضة تقول أنها بالفعل أنها تستهدف مواقع لقوات النظام، التي هنالك مناوشات شبه يومية ما بين القصف المستمر ما بين الطرفين. ذكرت أيضا فصائل المعارضة أن هنالك مناورات ما بين فصائل المعارضة وقوات النظام على محور سراقب و تبادل برشقات الرصاص. إذا هنالك يعني رد من قبل فصائل المعارضة، ولكن في الحقيقة الأهالي المدنيين في حالة خوف لربما تصعيد قادم من قبل قوات النظام، إذا وخاصة المناطق القريبة من خطوط التماس. نتحدث مثلا عن مدينة جسر الشغور ووصولا إلى مدينة في حواذي المناطق المحاذية لخطوط التماس. شكرا جمال أحمد، مراسل حلب اليوم، حدثتنا من ريف إدلب. رفعت شركة وتد للبترول التابعة لهيئة تحرير الشام أسعار المحروقات في محافظة إدلب بحسب شبكة بلدي. هذا وبلغ سعر لتر مادة البنزين 8.15 ليرة تركية، ولتر المازوت 7.87 ليرة تركية، والمازوت المحسن بلغ سعر لتر الواحد منه 5.99 ليرة تركية، أما لتر المازوت المكرر بلغ 4.96 ليرة تركية، فيما غاب من اللائحة سعر المازوت المستورد النوع الثاني. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل حضور لافت ومشاركات مميزة يشهدها مهرجان رمان في مدينة دركوش بريف إدلب الغربي. مرحبا بكم من جديد في نشرة أخبار المساء من قناة حلب اليوم. برعاية من رئاسة الشؤون الدينية التركية، نظمت دار المخطوطات في اسطنبول بالتعاون مع وقف الديانة التركي
دورة في أصول تحقيق النصوص التراثية في مدينة عزاز شمال حلب. المزيد في التقرير التالي. سعيا لإخراج نصوص المخطوطات القديمة في صورة صحيحة متقنة ضبطا وتشكيلا وشرحا وتعليقا وإخراجا بالصورة التي أرادها مؤلفوها، نظم وقف الديانة التركي ودار المخطوطات في إسطنبول دورة في أصول تحقيق النصوص التراثية وذلك في إدارة الأوقاف والإفتاء والشؤون الدينية في مدينة إعزاز شمالية حلب تحت إشراف أساتذة وأكاديميين مختصين. هذه الدورات التي نقيمها هدفها إشاعة الثقافة التراثية وثقافة المخطوطات، والمخطوطات كما هو معلوم والتراث هو ذاكرة الأمة، لذلك لابد من أن نعنى بها، وهي اليوم ألزم ما تكون في ظل الطغيان الحضاري اللي هو موجود والأوضاع السيئة التي نعيشها. لابد أن نبني على هذا التراث ونفكر فيه ونعمل فيه، ليس لكي نسكن فيه وإنما لكي يسكن فينا. هدف الدورة كان استكمالا لمرحلة سابقة أقيمت في العام الماضي تم تنميتها بمراحل متقدمة من تحقيق النص التراثي تحقيقا علميا وفق الأصول. حضر الدورة أكاديميون وطلبة دراسات عليا من جميع الاختصاصات والجامعات الأكاديمية وباحثون في علم المخطوطات بالإضافة لعدد من مدراء الأوقاف وأئمة وخطباء. أحضر هذه الدورة المتقدمة في تحقيق التراث والنصوص حيث الموروث التاريخي الإسلامي الذي نستفيد من خلال تحقيقه والعودة إليه ربط الماضي بالحاضر وتحقيق وتدقيق هذه المعلومة التي تفيدنا في تجلية وتوضيح وإظهار هذا الموروث. صار هناك تزوير في التاريخ وتغيير في الكتب، فلا بد من الاطلاع على الكتب القديمة والمخطوطات لأخذ الفائدة منها، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يحقق لنا هذا الأمر فضل الدكاترة وفضل أوقاف عزاز. بعد محاضرات مكثفة نظرية وعلمية أقيم حفل ختامي لتكريم الحاضرين وتسليم الشهادات للمشاركين في هذه الدورة من قبل الجهات المنظمة. الأستاذ حسن علي الشعبان. ملايين من المخطوطات والوثائق التاريخية لم تحقق حتى اليوم، كم هائل من التراث الإنساني لم يتسنى له أن يشهد النور، ومضمون من المعارف الإنسانية يستحق كل ما يبذل له من جهود بل وأضعاف ذلك. وسعيا للوصول إلى هذه الغايات أقامت رئاسة الشؤون الدينية ووقف الديانة التركي ودار المخطوطات في إسطنبول هذه الدورة التعليمية المتخصصة. من ريف حلب الشمالي، نور دملخي، حلب اليوم. بدأت قوات النظام إجراءات التسوية في بلدات بصر الحرير ومحجة وقرى اللجاج شرقي درعا برفقة الشرطة العسكرية الروسية بحسب ما أفاد مراسل حلب اليوم. وقال مراسلون أن قوات النظام انسحبت من محيط مدينة الحراك شرقي درعا بعد إجبار الأهالي على شراء قطع من السلاح الخفيف لاستكمال العدد المطلوب تسليمه للجنة الأمنية، ينتهي بذلك حصار استمر 3 أيام وتهديدات باقتحامها. ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية أن الهجوم بطائرات مسيرة الذي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية في قاعدة التنف بريف حمص جنوب الشرق سوريا نفذته ميليشيات عراقية موالية لطهران. وبررت الصحيفة اتهام ميليشيات عراقية موالية لطهران بأن انتشار هذه الطائرات دون طيار البدائية هو جزء من استراتيجية إيران الإقليمية، مشيرة أن الهجوم قد يكون ردا على خسارة حلفاء إيران الانتخابات الأخيرة في العراق. خرج المئات من المهجرين من مدينة تل رفعت وقراها بمظاهرة ضد قوات سوريا الديمقراطية عند معبر باب السلامة قرب مدينة عزاز شمال حلب. كاميرا حلب اليوم التقت بعض المتظاهرين وسألتهم عن مطالبهم.
خرجنا اليوم كثوار ونشطاء من أهالي القرى العربية المسيطرة عليها من قبل الميليشيات الانفصالية قسد ونظام الأسد الإيراني. طبعا طلعنا اليوم لنطالب الجيشين السوري الوطني والجيش التركي بعملية عسكرية لتحرير قرانا مع اقتراب دخول فصل الشتاء وازدياد المعاناة من للنازحين والبرد اللي لهم بيتحملوا فيه أكثر من 5 سنوات. مطلبنا مطلب حق، العودة لقرانا، العودة لمنازلنا، تحرير قرانا، ما بدنا أكثر من هيك. منذ 5 سنوات أو 6 سنوات ونحن نسمع وعود وتصريحات باستعادة أراضينا المحتلة. 6 سنوات ذاق الشعب السوري وأهلنا المهجرين أشد أنواع الويلات والتهجير في مخيمات النزوح. نطالبهم بإسراع بالعملية وعودة وإعادة أكثر من 250 ألف مهجر إلى بلاده المحتلة. ونتمنى من الجيش الوطني السوري والجيش التركي إخراج القوات المرتزقة الذين أتوا من جبال قنديل ليحتلوا وطننا، ونرجو من الله إخراجهم بأسرع وقت ممكن. صار لي مهجر 6 سنين، طلعونا من ضيعنا جماعة البيكيكي، قتلوا ضيعنا من الرفعات ومن مناطقنا هاي كلها الريف الشمالي محتلة من قبل البيكيكي. نحن طلعانين اليوم بهالمظاهرة مشان طالب المصائل والجيش الوطني مشان يحرقوا لنا معركة، وكلياتنا مستعدين نجاهد بسبيل الله مشان نحرر وطننا ونحرر بلادنا ونحرر بيعتنا وضيع حوالينا من قبل عصابات البيكيكي والبيدي والمحتلين هدول اللي بيركين بضيعنا. إن شاء الله اليوم هالمظاهرة بتوصل صوتنا للجيش الوطني والفصائل الأحرار هون عندنا في المنطقة. دعا قادة دول الاتحاد الأوروبي مفوضية الاتحاد والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للالتزام بتوقيت تسليم التمويل المخصص للاجئين السوريين والدول المستضيفة ومنها تركيا والأردن ولبنان. وتم تقديم 8 خطط عمل تشمل دول مصدر وعبور اللاجئين للحد من تدفقهم نحو أوروبا ومنع حالات الوفيات خلال رحلات اللجوء، وذلك وفق البيان الختامي لقمة قادة الاتحاد الأوروبي التي عقدت في بروكسل خلال اليومين الماضيين. للعام الرابع على التوالي انطلقت أعمال مهرجان الرمان في مدينة دركوش بريف إدلب الغربي وسط حضور لافت ومشاركات مميزة. المزيد تشاهدونه في التقرير التالي. بأفضل إنتاج بين المزارعين يتفوق أبو يوسف في محصوله الزراعي ضمن مشاركته الرابعة بمهرجان الرمان في مدينة دركوش غرب إدلب. يقول إن الموسم بجودة عالية هذا العام، وذلك بعد سنة كاملة من الجهد والعناية الفائقة. المشاركة فيها أقبال جماهيري قوي ومنافسة بين أخوة المزارعين ولفتة حلوة بالوضع الراهن عنا في دركوش. عروض مسرحية وسباق قوارب وفقرة للمأكولات الشعبية تخللت المهرجان الذي يعتبره سكان المدينة كعامل مهم في تطوير المجتمع ومنشآته بمختلف المجالات بعد سنوات الحرب، وفسحة للأهالي والفرق العاملة في المنطقة إظهار هواياتهم عبر أنشطة تراثية وترفيهية. نحن للحرب وللسلم، نحن هذا المهرجان هو عملية تمكين لأهلنا في دركوش وفي المحرر كاملاً. ليش؟ لأنه وقت اللي نحن عم نعمل مهرجانات عم نقوم بأعمال، عم ننشئ مؤسسات، عم ننشئ أشياء جيدة، فنحن نبني دولة بكل ما تعني الكلمة، وبالتالي نحن صرنا قوة كبيرة لتسمية أهلنا ولإن شاء الله يكون المهرجانات القادمة في دمشق. لم تمنع الإعاقة محمد وأخويه المكفوفين أيضاً إبراز إبداعهم بالأشغال اليدوية وأعمال القش. يقول القائمون إنه نوع خاص من المشاركات الرائدة في المهرجان، فأصحاب الهمم من ذوي الاحتياجات الخاصة بحاجة لفرصة تمنحهم المساعدة والاندماج في المجتمع. حبينا نجي على مهرجان الرمان مشان أثبت للناس وجودنا في المجتمع وأنه نحن قادرين أن نكون فعالين في المجتمع، لا مثل ما بيشوفونا الناس أنه نحن عالي وعاجزين وما يعني وما نقدرين أنه نعمل شيء، لا أبداً.
نحن جينا على مهرجان رمان مشان أثبت العكس. بحلة جديدة وللسنة الرابعة على التوالي يتجدد مهرجان الرمان في مدينة دركو شرب إدلب. تنوعت فقراته بمشاركات متنوعة من الأهالي، حيث بات مناسبة سنوية كما يقولون. جمعة أحمد حلب، اليوم ريف إدلب الغربي. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا إلى نهاية نشرتنا. لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى موقعنا الإلكتروني halabtoday.tv.net. دمتم برعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.